وهذه زوجة أخرى تقول: عدت يوما إلى منزلي بعد شراء حاجات البيت من السوق، وفتحت بابي ودخلت فوجدت زوجي يرتكب الفاحشة مع أمي، فهل هذا يجعلني محرمة عليه؟ وماذا أفعل في هذه المصيبة؟ الزنا بأم الزوجة من أكبر المحرمات دون شك. أما وضعك أنت فهو أنك ما تزالين زوجة له على رأي جمهور العلماء، لأن الزنا بالأم لا يحرم البنت، وعند أبي حنيفة صرت محرمة عليه وأصبحت بنتا لزوجته أي ربيبة، والربيبة حرام زواجها. وأما أمك فهي زانية محصنة يجب شرعا رجمها حتى تموت، ولكن إقامة الحدود تكون بمعرفة المسؤولين. وعليك نصيحة زوجك وأمك ومراقبتهما حتى لا تتكرر المأساة ما دام رفع الأمر إلى القضاء فيه صعوبة، وبخاصة أنه لا بد فيه من شهود أربعة أو إقرار بالفاحشة، وذلك غير متيسر. الله أعلم.